للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي. أهلا ومرحبا بك سيد رائد. أول مرة نسمع أنتم بالحزب الشيوعي أيدتم أن تيار الاحتجاج يستخدم تعبير مثل سنقوم بمنع إجراء الانتخابات إذا لم تتوافر البيئة الآمنة من السلاح. يبدو أن تطور الموقف الشعبي الغاضب من موجة المقاطعة عام 2018 إلى قرار الفعل السياسي الرافض لإجراء الانتخابات، ما هذه المعادلة برأيك؟ أولا تحياتي لكم ولجميع مشاهديكم الكرام. لا، هو احنا موقفنا متأسس على فد أرضية واضحة المعالم. نحن نقول انه انتفاضة تشرين كان هدفها تحقيق تغيير، والمقترح انتخاب المبكرة كان الهدف منه هو إيجاد ظروف لأجل إحداث تغيير في تركيبة المجلس النواب بما يعكس إرادة الشارع وإرادة المواطنين باتجاه فتح أفق لمعالجة أزمات البلاد. بمعنى الانتخابات المبكرة كان مطلبا ضروريا كوسيلة للتغيير، الهدف هو التغيير. ومثل ما قيل إنه ما بعد تشرين سوف لن يكون مثل ما قبل تشرين، بمعنى هناك تغيير. فإذا كانت الانتخابات لا تجري في ظل ظروف تعكس إرادة الناخبين وبالتالي تعيد إنتاج نفس المنظومات القائمة حاليا وإن كانت بوجود جديدة، فإذا نحن أجهضنا والتفينا على مطالب مو فقط الانتفاضة وإنما على متطلبات التغيير التي البلد بحاجة ماسة بها. نحن بعد عدة أشهر من تحديد موعد الانتخابات ووعود التي أطلقت بتأمين انتخابات حرة ونزيهة، لا لاحظنا وأيضا وكما لاحظ العراقيون جميعا بأن هناك عناصر عديدة لا تزال غائبة عن توفير هذه الشروط، في مقدمتها أمن المواطن والسلاح الآن المنفلت اللي قاعد يتحرك بحرية كبيرة وفرق الموت والفرق اللي قاعد تقوم بأعمال الاغتيال. من الواضح جدا أن في ظل هذه الظروف سوف لن تكون هناك إمكانية لحرية التعبير لا للناخب ولا للمرشح، وهناك حقيقة حالة من عدم الاطمئنان من التخوف عند جمهرة الواسعة من الناخبين والمواطنين، والحديث عن دعوة الناس للمشاركة بالانتخابات في الوقت اللي انت ما تأمن لهم أبسط مقومات ومتطلبات الأمان لأجل يدلوا بأصواتهم بحرية. والسلاح يصول وجود والمال السياسي دا يشتري أصوات، هذه بالتأكيد ظروف غير مواتية. وبالتالي احنا قلنا احنا سوف لن احنا مشاركتنا بالانتخابات، احنا لا نقول نمنع، لم نقل نمنع، احنا ما مش شلون نمنع، احنا ما عندنا الصلاحيه ولا نتجاوز على حقوق الاخرين. طيب. ولكن نقول احنا كقوه سياسيه سوف لن نكون نشارك في انتخابات لا تامن مستلزمات الانتخابات الحره والنزيهه. طيب. من ضمنها كشف قتله المتظاهرين ومن يقف وراءهم فضلا عن مكافحه الفساد وغيره والسلاح المنفلت وغيره من الشروط الضروريه. واليوم يوم بعد يوم يبدو المزاج الشعبي يؤكد هذه الحاجة. وإذا هذه ما صارت، أنا أريد أنبه بس على قضية رئيسية جدا. فضل. إنه إذا لم تتم هذه الشروط لم تتوفر تتعزز روح الإحباط عند المواطنين ويفقد الأمل بإمكانيات التغيير السلمي أو مسارات الديمقراطية والسلمية من خلال عمل الانتخابات، أنا أعتقد النتائج ستكون وخيمة وستتحملها كل القوى بما في الحكومة طبعا عن عدم توفير شروط ومستلزمات الانتخابات. طيب. الحرة. سيد رائد، رأينا في بيانات تشرين تأكيدا إذا تسمح لي لتحالف وعمل مشترك بين تنسيقيات الناشطين والنقابات والاتحادات، برأيك هل يمكن أن نرى حملة بهذا المستوى من التنسيق بين القوى والكوادر المنظمة تنظيما جيدا؟ يعني خلي أرجع للأساس، طبعا ممكن. أنا أقول كشف عن قتلة المتظاهرين هو هذا مطلب تشريني فقط؟ يعني أي مواطن عراقي ما يشعر أنه هذا هناك ضرورة لكشف القتلة؟ يعني هذا مطلب لا يمكن حصره فقط بالمحتجين أو ما يسمون الآن ما يطلق عليهم بالجماعات بالقوى التشرينية، لا، هذا مطلب عراقي.
يعني اليوم الان من 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 نلاحظ الفساد المنتشر، وهذا والسلاح في بعض الاحيان اللي يستخدم لحمايه الفاسدين ولحمايه القتله، زين هذا مو موضوع يقلق كل مواطن عراقي؟ لذلك احنا نقول انه اليوم اكو ارضيه حقيقيه لان يكون موقف شعبي عام بغض النظر عن الانتماءات وبغض النظر عن الاصطفافات. اي مواطن اليوم يشعر بالقلق، مو فقط امنيا، يشعر القلق على ولده، على مستقبل عائلته، لا ضمانات متوفره، الكهرباء سيئه، فرص العمل غير موجوده، الفساد الان طاغي وده يمنع اي امكانيه للمواطن ان يحصل حقوقه الى الجانب الامني. فانا اقول هذه الامور كلها اليوم بس كل المواطنين، واليوم إذا كان أكو فئات شبابية جريئة وقاعد تتقدم الأمور، هذا لا يعني أنه المطالب هي محصورة بهم. هم دي يعبرون عن مطالب شعبية، عن مطالب وطنية. وأخير شيء أريد أقوله بهذا الشأن أنه التغيير المطلوب والآن وإرادة التغيير يبدو تواجهها إرادة القوى الماسكة بزمام الأمور سواء داخل الدولة أو خارجها، يراد لها إرادة أقوى، والإرادة الأقوى هي إرادة الشعبية، والإرادة الشعبية تتحقق عبر عندما كل طيب هذا الطيف الواسع الشعبي يقول كلمته. وأنا طيب أيضا طالبت تشرين بإقالة محافظ كربلاء، يعني يمكن نقل نموذج الناصرية إلى كربلاء والمجيء بإدارة محلية تفتح إجراءات إصلاحية، أقصد هل هذا تطوير إضافي لشكل اللوبي الاحتجاجي وجماعة الضغط الاجتماعي؟ يعني هو الآن بالمحافظات وعلى كل هناك إرادة للتغيير، وهناك تصير أحداث تعكس أما عدم كفاءة أو تواطؤ من قبل السلطات المحلية وربما حتى السلطات الاتحادية، بس على الأقل في هذه الأمور ما صار بكربلاء. يعني هذا مسلسل مال الجرائم والاغتيالات اللي تم في مدينة قادرة عن تأمين الحماية لملايين الزوار، معقولة هي ما تقدر تأمن حماية لشخص سبق أن تعرض الاغتيال وسبق أن أعلن وبلغ القوات الأمنية بأنه معرض الاغتيال وطلب حمايتهم؟ يعني هذه قضية في مفارقة كبيرة جدا، وبذلك تنطلق هذه الدعوات لتغيير أو لمحاسبة المسؤولين سواء الإداريين أو المسؤولين الأمنيين، لأن هناك خلل واضح. ومن الصعب الاعتقاد أنه ما تم هو فعلا بعمل من قبل مجموعة منفصلة منعزلة قامت بالاغتيال، لا بد أكون هناك من يقف وراءه، وبالتالي هذه الأرضية للمطلب الذي يجري الآن ترويجه ودعوة إليه. سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.